بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم. شكرا لوزارة الثقافة المصرية وللمجلس الأعلى للثقافة بمصر الحبيبة على هذه الدعوة إلى هذا اللقاء مع الشعر. معكم حبيبة محمدي من الجزائر، وأعتذر لكم أحبائي ولظروف تقنية لم أستطع أن أكون معكم صوتا وصورة معا، وسأكتفي بالصوت فقط لعله يصل إليكم من القلب. سأقرأ نصوصا مختارة من ديواني كتاب الأرواح الحرة، وهي نصوص قصيرة بين جديدة ومنشورة. أتمنى لكم وقتا طيبا معي. على الأرض السلام وللناس البهجة، ومني ما يتسع لهما. أعيش السفر مرة، يعيشني اغتراب الأزمنة مرتين، مرة عند نزول ذاتين، ومرة عند انقسام الذات نصفين. يا غربة الروح لمن أروح؟ تعبت يداي من الحفر في الماء، وتعب الماء من كفي ومن وشمي. يا غربة الروح لمن أروح؟ وكل مالي ليس لي، بعض لاغتسال الروح بالذنب، وبعض لانفجاري وقت البوح. باتت تضحكني موضة الحمية التي تلهث وراءها النساء. أنا كفيلسوفة صغيرة أصنع عمرا حتى أصير هيكلا فاتنا تحت التراب. الحكمة أنثى، الحكمة أنثى انتظر غوايتي. عقلي عورتي، آدم لم أكن ضلعه الأعوج. منذ الشحوب رئتي لم أتنفس هواء نقيا، ذلك أنني تركت قبلتي معلقة هناك في الجنة. أنا امرأة عادية أغواها البوح. أغلقت حقائبي على شهوتي، لا قميص ليوسف. هل أخلعها أم ألبسها؟ سرابيل الشهوة وليس تحت الجبة سواك. البيت الذي يتعانق فيه ظلانا، رأيته بالأمس يرفع رأسه لتنسج العناكب أشواقها. أعرف أن هواك ذنب، لكني أطلب الشفاعة لأعود. لا ترجع إلى ذكر الذنب فتذنب بالرجوع. العشق يغفر حتى الطمع في المعشوق. اغفر لي أستجب لك. تغربت من أزمنة بين النوى، يحيا في بطن الحوت وأنا أحيا فيك. قلبك معبدي، للناس جنة ربهم، إياك جنتي لقاء سليمان بالهدهد. هناك بين فصوصي تسقط دمعة، يلفني عقد من هوى فأطوق حزني، بينما روحي تسأل من أي نجم سقطنا نحن الاثنين كي نلتقي. كلنا بوجهين، كلنا بوجهين، أما الروح فليست ثالثا. عصافير تنقر هذا الرأس كأن العالم عشي. أنا وطن يدخلونه من كلمات، فلماذا لا يغازلون روحي بما تشتهيه؟ لماذا كلما سأل غريب عن دار دلوه علي؟ لماذا كلما سأل غريب عن دار دلوه علي؟
شكرا لإصغائكم الجميل أحبائي، دمتم بألف خير، مع تحياتي حبيبة محمدي الجزائر.